الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى من عمل بسنتهم واستنار بنور هديهم وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، نرحب بكم إخواني جميعاً في هذا المؤتمر الصحفي الذي تقيمه الحركات الدعوية والسياسية في كويتنا الغالية، حرسها الله تعالى من كل سوء، تحت عنوان لا للاختلاط في جامعاتنا ولا لاستبعاد كلية الشريعة من قانون المحاماة الجديد. الحقيقة إخواني، يشارك في هذا المؤتمر الصحفي كوكبة من أبناء هذا البلد المباركين المتخصصين في مجال السياسة والقانون والشريعة، لذلك سأكون أنا مذكراً لا منظراً وناصحاً لا ناقداً. فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتأييد. الله تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، فقال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وقال صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، بينهما أمور مشتبهات. ومن الحرام البين الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وتضافرت نصوص الكتاب والسنة على تحريمه اختلاط الرجال والنساء فيما غير حاجة في الأماكن العامة والمنتديات ومقار الأعمال ومواطن الدراسة والتحصيل العلمي. فالأدلة أكثر من أن تحصر، ويكفي عليها دليل واحد إخواني في قاعدة عند العلماء تقول: ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. والله تعالى أمر المؤمنين بغض البصر وأمر المؤمنات بغض البصر، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقال للنساء: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وغض البصر من الرجل والمرأة على السواء مستحيل أن يتحقق إذا كان هناك اختلاط دائم في المنتديات العامة التي يعمل ويرتادها الرجال والنساء على السواء. إذن يكفي هذا دليل على حرمة الاختلاط، ولن أسترسل حلها حتى لا أطيل يعني على الإخوة المقام. هذا إخواني مقدمة للتفريق بين أمرين: بين أن يقترف الإنسان الحرام من تلقاء نفسه، وهذا مما لا يعصم منه مع مخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أنكم لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولأتى بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله تعالى لكم. هذا ليس فيه إشكال، لكن المشكلة الكبرى أن يشرعن الإنسان لهذا الحرام، يمهد الأرض لتعاطيه ويسهلها لانتشاره ويدعو إلى تعميمه. هذا من أخطر الذنوب التي يقترفها الإنسان، وقد تلاحقه إلى ما بعد الممات. بل يقول العلامة الإمام ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قد يموت العبد وكفة حسناته راجحة على سيئاته، لكن ميزان سيئاته يزداد بسبب سنة سيئة سنها حال حياته، صارت أوزار هذه السيئة تلحقه من فعل غيره لها بعد وفاته، فتطغى سيئاته على حسناته فيدخل النار. ويستدل بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك
من أوزارهم شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأنا أنصح إخواني نفسي وأنصح عموم الناس، خاصة من ابتلاه الله تعالى في موطن اتخاذ القرار، اتق الله عز وجل واخشى الله، ولتكن خشيتك لله عز وجل أعظم من خشيتك لخلق الله. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ويخوفكم الله نفسه، واعلم أن هذه الدنيا عرض زائل. ولا تكن ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولا تكن من الذين يعني نسوا الله فنسيهم أنفسهم، أولئك هم الخاسرون. هذه إخواني القضية الأولى. القضية الثانية قضية يعني منع مخرجات كلية الشريعة من الانخراط في وظائف القانون، النيابة العامة والمحاماة. ما المقصد من وراء هذا؟ ما الذي يرجوه من يسعى لذلك؟ هل يرجو فعلا أمرا مهنيا بحتا أو فنيا متعلق بماهية التحصيل العلمي لطالب كلية الشريعة، وأنه لا يتوافق وخريج كلية الحقوق؟ أبدا، لأن المواد التي يأخذها طالب كلية الشريعة خاصة تخصص الفقه وأصوله هي شبيهة تماما بيعني ما يتلقاه طالب كلية الحقوق، خاصة في قضايا الأحوال الشخصية وما إلى ذلك. لكن القضية إخواني أكبر من ذلك. القضية هو محاولة لإلغاء كلية الشريعة. من يرى التسلسل في اتخاذ القرارات التي يعني تسمى مصادمة لإرادة الشارع العام تجدها بالتسلسل، لا تؤخذ تلقائيا. يعني يضيقون على مخرجات كلية الشريعة، منعوهم من التربية، ثم منعوهم من التحقيقات، والآن من النيابة ومن المحاماة. غدا يقولك والله سوق العمل ما يستوعب، ليش 1000 طالب كلية الشريعة يتخرجون وما لنا مكان نوظفهم فيه؟ هذا المقصد إخواني. ليحذر الإخوة النواب، يعني لابد الإخواني الإنسان أن يكون فطن وينظر إلى عواقب القرارات والقوانين التي يدعى للتصويت عليها أو إقرارها أو الامتناع عنها. وتعطيل كلية الشريعة من أخطر الظواهر على المجتمع المسلم إخواني. كل العلوم، كل العلوم يسعك أن تجهل دقيقها وجليلها، صغيرها وكبيرها، إلا علم الشريعة. علم الشريعة هناك يعني أصول وثوابت من العلم الشرعي لا يسع مسلما أن يجهلها. يعني لا يسع مسلم أن يجهل كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يحج وكيف يزكي وكيف يقرأ القرآن، الفاتحة التي لا تقوم الصلاة إلا بها. هذه من أين تتعلمها إن لم تأخذها من طالب كلية الشريعة؟ لأن إذا أنت أغلقت كلية الشريعة جعلت هذه الأرض التي ليس فيها علم شرعي تحت مرأة ومسمع الحكومة، وتعلم المناهج التي تدرس وتعطى وتلقى في قلوب الناشئة وطلبة العلم، ستنشأ المجار المدارس المنحرفة التي تدعو إلى الأفكار الهدامة، والتي تصادم تصطدم صراحة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقضية إخواني قضية منع يعني خريجي الشريعة من ممارسة المحاماة والنيابة، ليس المقصود منها يعني ما يتداول في وسائل الإعلام، إنما المقصود هي مرحلة لتعطيل هذه الكلية وغلقها. نسأل الله تبارك وتعالى ألا ينيلهم مرادهم، وأن تبقى كلية الشريعة شامخة مفتوحة الأبواب لكل طالب علم شرعي يسعى لمرضاة ربه سبحانه وتعالى وخدمة بلده. هذا ما وفق الله تعالى لبيانه.